البيت الأبيض هو المقر الرسمي لأعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ العمل ببنائه في عام 1792، وأشرف على بنائه الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، لكنه لم يسكن، بل سكنه جون آدمز الرئيس الأمريكي الثاني. سماه الرئيس روزفلت البيت الأبيض عام 1901، ويبلغ عمره 255 عاماً. يعتبر البيت الأبيض شاهداً على تاريخ الولايات المتحدة التي أعلنت استقلالها عن بريطانيا العظمى منذ العام 1783 بعد حرب الاستقلال، وانتخب جورج واشنطن أول رئيس لها. يقع البيت الأبيض على قطعة أرض مساحتها 7.3 هكتارات، ويتكون من مجمع البيت الأبيض ومتحف تحيط به الحدائق من كل الجهات، وهي تشمل البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية وحديقة الزهور. يحتوي مجمع البيت الأبيض على 132 غرفة وخمسة مطابخ بدوام كامل، بالإضافة إلى ملعب تنس ومسارات بولينج ومسرح وسينما ومضمار للجري وحوض للسباحة. يستقبل المجمع ما يصل إلى 30,000 زائر كل أسبوع، وعدداً أكبر من السياح خارج البيت الأبيض لالتقاط الصور التذكارية. للمزيد عن الانتخابات الأمريكية على موقع المجلة مجلة.com.